بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أني مواطن عادي شاهد في مشكلة اللي صارت امبارح قدام بوكس سنترال سوسة. ريت في الإعلام التونسي الكاذب الفاشل، سمعت اللي فئة من إخوان السلفية حبوا يقتهموا على أعوان، حبوا يفكوا السلاح، يظهر لي حاجة ريتها بعينيا، معناها هذه شهادة من الدين ما لازمش يسكت عليها الواحد. ريتهم كيفاش معناها صارت الحكاية من دول، معناها كيفاش تسجل معناها هما والتاكسي تاع التاكسي، معناها اعتدى معناها على أخت من أخوات من طقبة معناها وسبة وبدأت معناها المشاورة من دول، ومن بعد كبرت لين وصلت معناها للحاكم. معناها حاجة معناها اللي صار ما ذكروا شيء، ذكروا حاجة ما فماش منها معناها، فهمت؟ ونحب نقول معناها الوطنية هذه البارعة للكذب، معناها راهو الشعب مش بهلول حتى طرف، معناها الناس كل فايقة وناس كل تعرف، وربي راهو ما يضيعش حقا على العبد. وكاو معناها نحب نقول حاجة برك، معناها اللي ربي في الوجود وقد ما يعملوا راهم باقي معناها ما يوصلوا حيعملوا حتى شيء معناها، فهمت؟ أما نحب اللي مشكلتي ما فهمتهاش اللي صار البارح، معناها ترافيك حبوا يقتحموا معناها على أول، وحبوا معناها يفكوا سلاح وحبوا، وهي ما فهميش منها الحكاية، هي حكاية فارغة، عبد تعارك مع تاكسيست، وصلت كبرت الحكاية، التاكسيست هرب للحاكم أكثر لا أقل. الحاكم أرى سلفية ولا يتكلم في كلام الزيت ولا يكفر في معناها يكفر في ربي، معناها رشني يرى اللحية يولي حك، معناها فهمت شنو؟ سبحان الله تقول معناها إسرائيلي، وهذه شيء أسف، والله شيء أسف، صدقني شيء أسف. أما أسمع دور 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 راهو ما عنده وين باش يهرب، ظلم واحد اثنين ثلاثة أربعة ما عنده وين يهرب، فهمت؟ وهذه راهو شهادة من الدين، وين راهو عبد عادي معناها، لاني سلفي لاني علماني لاني يساري لاني جنوبي لاني ما نعرفش يعني كما يقولوها معناها. حبيت نقول حاجة اللي ديتها بعينيا، وباش يفيقوا العباد وباش يراو معناها الكذب هذا راهو برشا زادوا فيه معناها، فهمت؟ ما فماش منها لغة هذه، حبوا يفكوا السلاح وحبوا يعملوا كل شيء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أي نحب نقول كلمة حق، نحب ننور الشعب التونسي بالحقيقة، نحب نقول لهم راهم الناس يكذبوا عليكم، يحبوا يعرفوا الحقيقة، ويلزم الرأي العام يلزم يعرف الحقيقة. حب يعرف شكون يكذب عليه وشكون الصادق، باش ندافع على حد راهو، لا على مسلم ولا على كذا ولا على سلفي ولا على علمي، نحب نقول الحقيقة. يعني البارح في ما يخص قالوا البنك سنترال هبطوا عليه وسلفيين حبوا يفكوا السلاح وحبوا يسرقوا بنك سنترال وكذا، أنا باش نحكي الحقيقة، يعني شاهد عيان حاضر. البارح فما إنسان ملتحي معاه زوجته وصغاره، وقف كرهبته بجنب تاكسي، التاكسيست كي حل الباب مسوا بعضهم، حضر فيها الشيطان من كلمة كلمة تنابزوا كذا فهم الله، حصيلوا من نبزية النبزية وقع شوية عنف. سي التاكسيست هذا هرب بحضة البنك سنترال، هم مقابلين البنك سنترال، مقابلين بعضهم البنك سنترال والباركينج 10 متر وكيك، كي وقع عنف سي التاكسي هرب بحذا الشرطة باش يحميوه ولا باش يحتمي بهم ولا حاجة. خلطت عليه سي هذايا الملتحي، كي خلطت عليه في مولاه هو تخبى حسب ما يحكيو الناس، يعني غادي كي سي التاكسيست ولا تحومته هذوك منهم واحد ولا تحومته في مولاه. كي خلطت عليه الملتحي سي البوليسي هذا اللي يعس على البنكة ثم الله ما جبد سلاحه ثم الله الاخر ولد حومته وتخبى وراه، وسي الملتحي خلوه وقف غادي وقف غادي قدم لي نقطة
راني نضربك فم الله سي كي قال له نضربك سي الملتحي وخر التالي ما قدمش فم الله من بعد كي نخر هبط سلاحه زي الملتحي قال له خلنا نحكي معك خلنا نحكي وخلنا نتحدث وخلنا نتكلموا قال له لا ما تحدثنيش وما تحكيش معايا حتى هكايا وما تكلمنيش فم الله وهز الواحد صنفين ويطلب في زملائه ما عرفش شنيا ما عرفش شنيا تعزيز راهو سلفي باش يقتلني ما عرفش شنيا عملوا فيلم لا شيء وكرتوش ضرب الفوق فم الله وشات عزيز كبير فم الله ولا تخوه لوطا فم الله وضربوه فم الله معاها على فكره خلطت عليه خوه فم الله ضربوه مزوز فم الله وطلعوهم في البحر وطلعوهم في الكهرباء فم الله يعني كي طلعوهم في الكهرباء هزوهم للمركز غاديكا ومعاهم واحد اخر زاد فم الله زاد غاديكا يلقاوه زاد واحد ملتحي زوز هزوهم يروه باللحي يهزوه قال شنيا ارهابيين هاي فم الله يهزوهم للمركز غاديكا فهمني ولا بداو يبحثوا فيهم بداو يتمنكوا عليهم استفزازات وكذا وما عرفش شنيا وكذا 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 وكل الحديث وكل اللغه وكل الكلام اللي نعرفوه الناس الكل فهم ولا ومن بعد كي جات مرته فهم ولا اللي هي زوجته متنقبه هي حره عامله نقاب حره فهم ولا كل هذيك اللي بس شخصي سمعوها الكلام وهي ديجا حاضره راه تجي وتو كل شيء تسمعوه باذنكم سمعوها الكلام فهمني ولا واستفزوا فيها ويعني وكذا وهزوا له كهربته حطوها قدام المنطقه وعندها مفتاح نتاع دارها يعني هي صغارها ركضوا لبرا فهم ولا مطيشين لبرا فهم ولا والمفتاح ما حبوش يعطيوه الا ما تدخل شكون تدخل شكون يعني لازم تدخلات باش يعطيوه المفتاح نتاع دارها باش تروح لدارها باش ترقد في دارها ولادها اللي عندهم حليب صغار توامة عمرهم 9 شهور ولا 10 شهور فهم ولا ما تدخلات فهم ولا وزيد نحكي لكم زيد اكثر من هكا حابوا ياخذوا الرشوه كلمنا شكون قال تعطيوني متاعي تعطيوني فلوس ونسيب لكم الاولاد انا نرى هذا شنو تحسبوه هذا يصير بعد الثوره هذا شكون هذا في صالح شكون هذا امن جمهوري هذا يخدم في مصالح حزبيه يخدم في شكون الامن هذا فهم ولا يحبوا على الرشوه ويحبوا على كل شيء وراو الشيء هذا اللي صار تعرفوه صار انتوما وحتى تجيو على عين مكان وتسالوا وتسقسيو وزيد شي حبوا يحكيو قالوا احنا اللي صار في حمام سوسه ويتكذبوا على الناس ويطفيوا في الضوء في الاوتورود فهمني ولا وفي كل بلاصه الضوء مطفي ويركح في الكرتوش الفوق فهمني ولا ظل يضرب وكرتوش وكذا قال شنيا راهم سلفيين لهنا وراهم ارهابيين فما حد شيء تجيو هنا لسوسه ما قالوا الشبكات وما عرفش شنيا وحبوا يقتلوا ما عرفش شنيا يجيو يشوفوا على عينيكم او لقينا قنبله او ما عرفش شنيا او كذا يشوفوا على عينيكم تراو يعني كل شيء راهم يكذبوا على الراي العام شنو يخدموا في مصالحهم الحزبيه الضيقه يعني صارحوا شعوبكم فقولوا الحقيقه قولوا الحق وخافوا ربي سبحانه فهم الله راهو الشيء اللي تعملوا فيه راهو الشعب باش يدور عليكم راهو قطع عرفكم تتكذبوا على الناس الكل فهم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاعد عيان على صار البارح واحد من الصحابه وتنجم تسالوا انتم عليهم من الصحابه الكل اللي صارت معهم الجست هذه فهمتي معروفين ناس طيبين برشا قينا حصيات وكذا قعدنا نثبتوا شنو الحكايه قينا السيد هذايا مع زوجته وصغاره فهمتني يتنابز هو تكسيست فهمتني بصراحه الله اعلم علاش خاطر سمعنا الحس وكذا غزرنا قيناهم يتنابزوا مع بعضهم قعدوا نغزرهم من البعيد يا اخي تكسيست مشي بحذا زوز عوام بوليسيه قاعدين بحذا البنكة خاطر احنا ناصبين مقابل سلا سونتر كل شيء راهو باركينج اللي وقف فيه الكهرباء مش بعيد على البنكة تقريبا 10 متر كي رب السيد التاكسيست هذايا بحث بوليسيه خلط عليه السيد هذايا فهمتني مش يحكي وياه فهمتني لازم حمص الله يا اخي تحمى بزوز البوليسيه هذوما فهمتني قال له خلينا نحكي معاك كيفاش توصل انت توصل تسبني وتكفر ربي عليا قدام صغاري وقدام كذا ومش نتصرف معاك وكذا صحيح السلفي حكي معاه بشويه عنف لكن عنده حق كيف يجوز لك فعلي يا ربي يسمعوا كلام زايد قدام صغاره وكذا وسيدي رمضان باش تعرف فهمتني استفزوا يا اخي العوان فهمتني قال له شنو يا اخي لا قدرت نحن لا يا اخي احنا عساكر طراطور لا قدرت نحن لا حد شيء فهمتني مش تبعد من قدامنا ما كانش تصرفوا معاك فهمتني غزال السلفي قال له كيفاش تصرفوا معنا قال له لحظه برك شغل عليه السلاح فهمتني وصلنا ضرب رفاه للفوق وطلب التعزيز
وكوروا به قدام العباد الكل، وصلوا جاوا نحن قلبونا الصبه بتاعنا وابعد ابعد ابعد ابعد، وهي ما فما حتى شيء. علاش؟ الله اعلم. حبي يدخلوها بلاد في حياتك هكاك، حرام في حرام، فهمتني؟ حسب الله ونعم الوكيل فيهم هكا. هذا هو.